ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دائما الهام شانيل. جسف ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين وناشطين يا ربي. الوصفه ديال اليوم هي وصفه مختصه بالوجه، تحديدا لتبييض البشره وتخلص من البقع الذاكنه. كنتمنى يا ربي هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ونمشيو على بركه الله للمكونات، ثم طريقه التحضير، ثم طريقة الاستعمال. وأول مكون سنحتاج إليه هو البودرة ديال النشا. بودرة النشا هي من أروع البودرة صراحة لتبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة. أيضا ثاني مكون هو الفازلين كما تكونوا قريتوا من العنوان. وثالث مكون هو زيت الزيتون الطبيعي اللي رائع جدا وما كيخطاش اي منزل مغربي، وحتى الا ما كانش مغربي فزيت الزيتون ما كيخطاش اي منزل كما كانت النوعيه ديالو. وهادو هما ثلاثه المكونات اللي غنحتاجو، غنعاودهم لثاني مره. بالنسبه للمكونات سنحتاج الى بودره النشا او ما يسمى بالمايسينا، ثاني مكون اللي هو الفازلين باي نكهه، مثلا بنكهه الحامض، نكهه الورد، نكهه الارغان. كاينين النكهات يعني كثيره ومتنوعه على حسب الرغبه ديال كل سيده. وثالث مكون هو زيت الزيتون الطبيعي المغربي الاصيل اللي على حقه وطريقه كما كنقولوا حنا بالمغربيه الدارجه ديالنا. وعلى بركه الله نمشيو للمكونات، ثم طريقه التحضير، ثم طريقه الاستعمال. غادي ناخذ البودره ديال النشا على جنب، ايضا زيت الزيتون، ونحتفظ بالفازلين ديالي. بالنسبه للكميه ديال الفازلين خديت تقريبا ما يعادل واحد الملعقه ونصف ديال الفازلين. الملعقه اللي عبرت بها هي ملعقه صغيره. غادي نضيف ليها زيت الزيتون ونبدا كنخلط جميع المكونات، عاد من بعد نضيف بودره النشا او ما يسمى بالمايزينا. بالنسبه للفازلين ممكن تذوبوها ديجا في حمام مريم مده 5 دقائق عاد تستعملوها في الوصفات، لانه كما كتشاهدوا كتقساح وما كتجيناش هي هذيك، يعني كما كتشاهدوا في الفيديو راه كيبان لكم. غادي نضيف كميه اخرى ديال زيت الزيتون، ونبدا كنخلط جميع المكونات وجميع العناصر مع بعضهم البعض كما كتشاهدوا في الفيديو. حتى كتحصلوا على هذه النتيجه هذه اللي كتجي على هذا الشكل هذا. ونعاودوا نحركوا جميع المكونات. من بعد غادي نبدا نضيف البودره ديال المايزينا او بودره النشا تدريجيا. ونضيف ليها كميه ديال زيت الزيتون الطبيعي. ونبدا كنخلط جميع المكونات وجميع العناصر اكيد تنحسوا بالوصفه، يعني ولات على شكل عجينه وعلى شكل خليط متماسك ما بين جميع المكونات كما كتشاهدوا في بدايه الفيديو او في الوصفه بالاحرى. دونك كما كتشوفوا الوصفه يعني دغيا تماسكات لينا مع بودره النشا والفازلين ايضا الرائع للتبييض والتخلص من النمش والكلف. وغادي نبدا كنحرك تدريجيا. كما كتشاهدوا القوام ديال الوصفه كيجي على هذا الشكل هذا، قوام ليه هو رائع جدا متماسك، يعني ماشي جاري وماشي قاصح.
القوام نتوما اللي كتحكموا فيه، يعني القوام اللي بغيتو، واش قوام قاصح او قوام جاري او اللي عجبكم، يعني كيبقى اختياري. ديما كنقول لكم خذوا داكشي اللي بغيتو، حيدوا داكشي اللي بغيتو على حسب النوعيه ديال البشره ديالكم. وايضا الناس يعني كاين اللي كتبغي قوام سائل، كاين اللي كتبغي قوام يكون عقد، على حسب كل سيده وشنو كتفضل شنو كتبريفيري. اكيد غادي نضيف كمية أخرى ديال زيت الزيتون على الكمية المتبقية عندي في الإناء. هذا هو القوام اللي غادي نحتفظ به انا شخصيا، لانه قوام سائل، يعني ماشي سائل بزاف وماشي جاري كما كتشاهدوا في لا فيديو. قوام اللي هو معتدل، يعني خفيف ظريف كما كنقولوا حنا بالمغربيه الدارجه ديالنا. دونك فوالا، هذا هو القوام. كنحاول نخلط له ماكسيموم ديالي كومسا زيت الزيتون يعني يتماسك، ايضا يطلق المفعول ديالو مع الفازلين ومع بودره النشا او ما يسمى بالمايزينا. بالنسبه للسيدات اللي غيسولوني على المايزينا او على بودره النشا، فهي متوفره في المحلات الصغيره وايضا عند الناس المختصين في بيع يعني المواد ديال التجميل، وايضا في سوبر مارشي يعني في المحلات او الاسواق التجاريه الكبرى مثل مرجان واسيما كارفور وسي اسواق السلام والى اخره. اكيد من الاسواق فكاينه متوفرين يعني بارتو، الثمن ديالهم كاين 7 دراهم الى ما فوق، يعني على حسب الجرام ديال الباكاجينغ. بالنسبه للبودره المايجينا ضروري تكون عند كل سيده، لانه فوائدها صراحه الله لا تعد ولا تحصى. يعني الا عندنا غير بودره النشا كنخلطوها مع زيت الزيتون، حتى الا ما كانت متوفره عندنا الفازلين في البيت فقط كنخدموا غير بزيت الزيتون والنشا، يعني هادو متوفرين في اي بيت تقريبا، او كنستعملهم ماسك الوجه ديالنا. بالنسبه لهذه الوصفه كما شفتوا القوام ديالها رائع جدا، ممكن تحتفظوا بها بهذا القوام، او ممكن يعني تخليوها جاريه اكثر او تخليوها قاصحه اكثر، يعني على حسب كما قلت لكم الرغبه. الا عندكم حساسيه من اي مكون اللي ذكرت في الفيديو ممكن تبدلوه، مثلا الا عندكم حساسيه من زيت الزيتون ممكن تعوضوه بزيت ارغان، بزيت جوز الهند، وايضا بزيت اللوز الحلو. يعني عندكم اختيارات كثيره ومتعدده على حسب النوعيه ديال البشره ديالكم، جافه عاديه أو حساسة. وكاينين الناس اللي عندهم بشره جافه وعندهم حساسيه من زيت الزيتون، وكاين الناس اللي عندهم بشره جافه حساسه وما عندهمش حساسيه من زيت الزيتون. دونك هادشي اللي كاين البنات. ممكن تضيفوا مع الوصفه بعض القطرات ديال الحامض الا بغيتوا اكثر يعني بياض ناصع، الا كنتو مقبلات على الزواج فممكن تضيفوا للوصفه بعض القطرات ديال عسل الحامض وتطبقوا الكل على الوجه ديالنا. والوصفة راه كما قلت لكم رائعة جدا، مجربة ومضمونة مني انا شخصيا، كنصحكم بالتجربة ديالها. بالنسبة للوقت ديال الوصفة كنصحكم تستعملوها 4 ساعة نص ساعة على حسب نتوما وشنو الوقت يعني اللي يناسبكم. كاينين بعض السيدات كيبغيو يستعملوا الوصفه الطبيعيه على الوجه ديالهم 4 ساعات ولا 9 ساعة، يعني على حسب وقت الفراغ ديالكم. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه راه رائعه كما قلت لكم، مجربه ومضمونه 100%، كنصحكم بها.
والناس اللي غيسولوني على الوقت ممكن تستعملوا هذه الوصفة مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل وأحسن نتائج كذلك. والوصفة كما قلت لكم راها مجربة ومضمونة مني أنا شخصيا، ومن بزاف سيدات اللي جربوها. وقلت علاش لا ما نديرهاش لكم، لأنه سهلة مهلة، فيها 3 المكونات بساط ورخيص في متناول جميع السيدات. فقط كنصحكم بالتجربة ديالها وبأنكم تخليوا لنا التعليقات والاقتراحات والاستفسارات في خانة التعليقات، فأنا دائما كنرحب بتعليقاتكم الرائعة والجميلة. أيضا ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، أهم شيء هو أنكم تعملوا لايك لهذا الفيديو، زر لايك موجود أسفل الفيديو. أيضا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وسي سناب شات وسي لاباج اوفيسيال فيسبوك، جميع الروابط غنخليهم لكم في الديسكريبشن بوكس او في لاباغ دانفو او لا في صندوق الوصف اكيد. وهذا الشيء اللي كاين، كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. اهم شيء ايضا هو انكم تعملوا شير لهذا الفيديو، يعني تبارطاجيوه مع الاحباب، لا فامي ديالكم، الاصدقاء ديالكم، وسي ايضا الناس اللي عندهم في الواتساب، يعني لي جروب في الواتساب ديالكم، يعني مشتركين مع الاصدقاء ديالكم، فممكن يعني تبارطاجيو معهم هذه الوصفه. بالنسبه للصديقات ديالكم اكيد اللي كيهمهم او الناس اللي كيبغيو يعتنيوا بالبشره ديالهم والجمال بصفه عامه، فهاد الوصفه يعني من بين الوصفات الرائعه والجميله واللي غتنال الاعجاب كل سيده، لانه كما كتعرفوا على الفازلين فهي كتبيض، ايضا كترطب في نفس الوقت بالنسبه للبشره الجافه. وايضا في هاد الوقيته اللي كنحتاجوا الفازلين بكثره وكنستخدموها بكثره خصوصا في فصل الخريف والشتاء، يعني تقريبا جميع المدن المغربيه تبارك الله كاين الشتاء وكاين البرد، فضروري ضروري ما البشره ديالنا كتعرض يعني السواد، التقشير، كما كنقولوا حنا التقشبير، فكاينين يعني اشياء كثيره كتتحول وكتبدل في البشره ديالنا خصوصا في هذه الفتره. فكما قلت لكم ضروري العنايه بالبشره ديالنا خصوصا في فتره الشتاء، وضروري الترطيب في فصل الشتاء والخريف عكس يعني فصل اللي كيكون ديال الصيف، كنحاولوا نستعملوا غير واقي الشمسي لانه كيكون اكيد الشمس كتكون بكثره. هادشي اللي كاين البنات، هادو هما النصائح اللي كانوا اليوم، كنتمنى يربينا للاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك اشتراك وانكم تضغطوا على زر الجرس كما توصلوا بكل ما هو جديد. ايضا ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم واقتراحاتكم، وانا نقول لكم معادي معكم ان شاء الله في لو بروشين فيديو. خليت لكم الراحه ولا نوكو، بيزو، السلام عليكم.